ان بقيت غنيان ما بتكون مرتاح. هسي امشي اسال الناس الغنيانين تلقاه يساهر بالليل والشيخ ده دخلوه وده تمرقوه والله يستر من ده اوك الى اخره. ان بقيت فقير يا هو بتنبز البلد دي من الصباح فتحت خشمك والبلد دي والعيشه بقت بجنيه فطرت ولا ما فطرت؟ والله يا اخي بنفطر بعد شويه تفطر بكم عيشه؟ ثلاثه. خلاص قول الحمد لله افطر بثلاثه واثنين والشاي ياكل بالعيش ونبز في البلد والله الذي لا اله غيره. ان بقيت فقير تنبز فيها وتقول الله يمرقنا منها ثاني ونقبل عليها. وان بقيت غنيان يا هو ملاوز الشيكات والايه وعندي وطبيعتها وعندي ذاك دكان جايبه والدولار ارتفع والريال ما بعرف عمل ووك ونشتري لا عربيه جديده يلاوز الف بي جاي ولا ما الف. ان لما في بتاع ركشه بشله من ورا خلاص كمان شغلته برضه بتجوط. فلذلك ده باختصار ان بقيت شافع بيلموا فيك بيدعبوك من الصباح يصحوك بالقضى بتاع عيونك يدخلوك في هايس يلا خش الترحيل ووك ماشي. ان بقيت كبير عمك كبير يا هو تكون في النهاية يا خرفته يا لو عايش أمراض شايل كيسك بتاع الأدوية وكله دقيقتين وتصحى من الصباح أنا مطشش ما شايف زي الناس وانت شفت شيء حاجة اصبر شوية بعد تخش القبر وكلام طويل. وإن بقيت شاب يا هو تعبان في البلد دي زول دين تكون صابر وتتحمل لما الله يوفقك تتزوج وتشتغل زي الناس مهم. وان بقيت كمان ملخبطه تكون تعبان برضه شغال بجاي ماشي وين وكده. فدي الدنيا يا جماعه باختصار شديد جدا. اما ناس الاخره ثلاثه حاجات ونحن ان شاء الله لانه في محاضره ان شاء الله بتجي اذا وفق الله تعالى وهيا ان شاء الله تعالى ناتي ونقدمها. لكن باختصار زول الاخره ده في الايات دي ثلاثه حاجات. واحد ومن اراد الاخره تخلص لله تعالى. شفت عملك ده؟ تعمل لله ما للناس. اثنين وسعى لها سعيها تتبع الرسول عليه الصلاه والسلام. واليوم اللي بتتبعه تصبر على المجتمع ده. المجتمع ده مش مجتمع اسلامي وكذا يقولوا اسلامي وماشيين وجايين وكلام زي ده اي احنا ما كفرناهم. لكن فيهم ناس كتار في النهايه قد يبغضك في شيء وهو جاهل به والله. يعني شاب يفلفل شعره يخلوه يلبس بنطلون تحت ضيق ما بيسالوه فنيله كيف يخلوه ساي يلبس له سلسل ما بزول بيسالوه يجيب الكريمات وجلبت راسه يخلوه ساي. اليوم اللي بيقرا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام في البخاري حف الشوارب وفي صحيح مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حف وفي لفظ أحف الشوارب وعفوا اللحى. اليوم اللي بيقرأ الحديث ده يعفي لحيته الجماعة شت بيقفوا ضده وده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا ما عارف الناس إلا لو حاضرين بيقولوا ليش يعني الرسول لو قدامك قال لك أعفي لحيتك يشيل عمود بتحلقة ما بحلقة يقول لك ما بحلقة. طيب بعد ما تخالفه يقول لك دي حقة الجماعة يا زول ما في جماعة ذاته ده كله هوس ما في جماعة في الدين ذاته جماعات وأحزاب وهذا كلام زايد. وإنما الواجب عليك اتباع الحق واتباع السنة مما تعفي لحيتك سر لك. ولك أنت معاون زي واحد في الأسطوب لما في نبتع موتر لما في نانا جاي ماشي شاف الدقن وتضايق في الأسطوب قال لي عاملة زي التيس قال لي. قلت له انت ما بتخاف الله؟ قلت له في تيس وجيه كده. قلت له التيس ده قلت له ما عنده شخيط واحد وانا شغلت دي مقفله كلها ما تقول لي زي الاسد. انت الاسد عنده دقن ولا اللبوه؟ الله الاسد. طيب ما تقول لي زي الاسد جاري للتيس يا بتاع التيس انت غرماء ولا شنو؟ مشيت فوق خليته هو ذاته عمل قرر مشى في قماري. يا ناس معقوله تيس عليك الله السداد دين يسخروا به يسخروا الواحد يسخر ده دين منه كونه يسخر بدين الله سبحانه وتعالى. فدي كلها في النهايه لخبطه. شكر رب العزه والجلال قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تطبق السنه. انت مش دار الاخره طبق سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. اخر نقطه
قال وهو مؤمن. ودي للأسف الشديد بتجيب مشاكل مع الأمة. شفت وهو مؤمن دي مؤمن الإيمان الذي يرتضيه الله، الإيمان البرضاء والله سبحانه وتعالى، مش مجرد إنك تقول الله الخالق. دي إبليس عارفها، إبليس انت عارف لما انطردوه قال شنو؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته شنو؟ من طين. يعني قال لي الله أنا أحسن من آدم، والكذاب زي خلقتني، يعني الله انت الخالق وانت خلقتني. وقال له وانا مؤمن بالقيامة، قال له الله بس انت خليني للقيامة. قال ربي فانظرني الى يوم شنو يبعثون، معناه مؤمن انه في شنو قيامة في بعث. وقال له فبعزتك، معناه اقسم بعزة الله تعالى، لكن في النهاية هو كافر، استكبر على امر الله وابى وكفر. فانت مش الايمان تقول بس الله خالقني، دي ابليس عارفه، لكن الخلقك ده بتعبده ولا ما بتعبده؟ مش تقول هو خلقني، خلقني دي ما كفار قريش عارفينها، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن منه الله. لكن مما تجي تقول للناس اعبدوا الله براه، وفي الشدائد لما تعتروا نادوا الله. طوالي بقول لك وجماعتنا مالون، اها الله ماله؟ انت ليه الله ما بتسأل؟ انت مشكلتك مع الله شو سبحانه وتعالى؟ هسي عليك الله وفي اثنين وقفوا في نص السوق، لله المثل الاعلى. واحد قال اي زول داير حاجه يجي لفلان يسجل اسمه، بعد ذاك فلان ده بيتوسط لي بيجي بدي حاجته. والثاني قال اي زول داير حاجه يجي بيتي مفتوح، الباب مفتوح الكبير، يخش طوالي بديه. الكريم الاول ولا الثاني؟ مش الثاني؟ ما خلى واسطه، فتح بابه تعال انت. الله كريم ولا ما كريم؟ كريم. ليه سوى له وسايط؟ يعني الله انت ما بتدينا الا نجيك بناس فلان، ده الكلام كده. يعني الله نحن شوف شوف اساءه الظن بالله. يعني الله نحن لو جيناك عديل ما بتدينا. شوفي ساعة الظن بالله، إلا نجيب لك ناس فلان دين حتى أنت تدينا يا الله. هسي ده شكا رب العزة والجلال قال وما قدر الله شنو حق قدره. ودي دعوة الله سبحانه وتعالى. وللأسف الآن في المساجد يا أبوها، جبال الصبح مشيت مسجد بتاع واحد قاري من القراء المشهورين بيجيبوه في الرادي، ماذا رجيب اسمه هون اثنين، واحد بيجيبوه طوال كان الناس بتسمعه ده، مشيت مسجد وتكلمته سكت ساي وبيتم معاي الايات، اسمه الزين ده بيتم الايات، مشيت منه. الثاني مشيت له في مسجده، مشيت له المسجد انا ما قصدي، مشيت وقفت لقيت الخليفه بتاعه قال لي برضه وقدموه، قلت له السلام عليكم. والسلام في النهايه فرضوا علينا حاجات ما انزلوا ان شاء الله. بعدين قلت له السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له اقدر اعمل نصيحه للناس زي، قال لي 4 دقائق بس. تقول استوب 4 دقائق بس ومسائل خلافية ما تجيبها عليك الله. الناس تقول في غرفة انعاش ما يتحملوا اي شيء. انت عارف خلافية دي شنو؟ خلافية دي مش الجلد بعد يموت بعد يذبحوا الحيوان ويموت الجلد فيه 20 قول، ناس اباحوه وناس حرموه وناس قالوا الا بعد يذبحوه وناس ما يذبحوه وناس ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، مش كده. ولا مساله انه زول دخل المسجد بعد صلى لقى نجاسه في ثوبه، هل صلاته صحيحه ولا عيده ولا ما يعيده؟ وما ولا التيمم فيه ضربه ولا ضربتين، ولا الكف ولا للمرفقين، لا لا مش مسائل زي دي. تعرف خلافيه دي شنو؟ الله واحد بس، دي خلافية عنده. والله الذي رفع السماء، أي مسجد أنا لقيته في الدنيا دخلتها قالوا لي خلافية، بيقولوا خلافية دي الله واحد دي بس، وأنا ما عارف ده اللي بيختلفوا معاك كيف. هسه أنا وقفتها ترى يا جماعة التوحيد الله واحد، نادوا ما تنادوا غيره. ده اللي اختلفوا معاي يقول لي شنو الله اثنين ولا الله واحد؟ الله واحد. يبقى دي ما خلافية، ما مش اتفقنا فيها؟ في داعي الناس تختلف ويختلفوا في لا اله الا الله؟ دي ذاته الزول برا الاسلام ده بيقولوا ده اخش
بيخش ده بيقطع جواز ولا بيخش بالإسلام بيخش كيف الإسلام؟ مش بيقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ تشرح لا إله إلا الله يكونك زول تقول لا إله إلا الله، يعني ما تنادي إلا الله في الشدائد، زي ما بتقول في الصلاة إياك نعبد وإياك شنو نستعين، مش قلت لك هذه في الصلاة؟ في داعي تعتر برا تستعين بغيره؟ أنت ما قلت لي بستعين بك في الصلاة؟ تمشي تركب العربية أداك ليه الله، انت ولدوك من غير عربيه ولا طاقيه ما عندك، لما ولدوك ما في شيء، الله اداك عربيه تمشي تكتب فيها ورا يا فلان والحقونا وافزعونا ومن عيون الناس وكذا، يا ناس مصايب ثقيله جدا، ويعلق حجاب كتاب الله ده الله نزله للرسول عليه الصلاه والسلام، ما علقوا حجاب خشب المعركه، كان بيخش سائر المعركه دي بس يلبس الدرع والسيف طوال، شجوا راسه وكسروا رباعته، ما لبس حجاب، ليه يلبس حجاب؟ ومصائل كثيرة جدا والكلام يطول والكلام طويل جدا والموضوع طويل، لكن نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرئ لأمر هذه الأمة، لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويذل فيها أهل الباطل وينصر فيها أهل الحق وتنتشر فيه دعوة الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله يجمعنا وإياكم في دار كرامته إخوانا على سر متقابلين، نأسف للإطالة، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.